الو الو رد بقى. الو مين يا فندم؟ سمدل على الحلامه، قصدي حمد لله على السلامه يا عريس. الله يسلمك، انما لسه بقى خف التنفيذ. بكره مش هيبقى وراك الا التنفيذ. هي مصر بقت 36 مليون من شويه. انت بتتكلم منين؟ انت بتتكلم منين؟ من عشمي. ما دام الحكايه فيها عشم يبقى عشم يتقابل بكره. سلام. اهدى الحقنا. وحياتك يا مدمازيل، انا عريس الليله. عارفه يعني ايه عريس؟ يعني مش هنا. هجيلك حالا. ما تسوقيني يا ماما اوام. طيب خد يا سيدي. كوم ستاي؟ بيني بيني. كوم استنى بامبينا؟ بيني بيني. جراتسي. كوم استا لا دمك يا كانتورا دي بالموندي. ايه فالاري من جاري دي برتوش. لا نشتري بالتو من سوق الكانتو. I'm not.
مصر العظيمه يا باشمهندس. هيئه اليونسكو زودت الاعتماد 1,000,000 جنيه. صحيح ان هيئه اليونسكو بتساعدنا في تمويل المشروع، لكن المشروع مصري ومهندسين التنفيذ مصريين، عشان كده كلهم حماس ونشاط. تراث اجدادهم بقى. ما قلتليش ايه اخبار الفيلا، جهزت ولا لا؟ جهزت عقبال الملك. سامي قلب دماغي بحكايه الشغال، عملت ايه؟ شوف، ولو اني مهندس معماري بس ومليش دعوه بهيئه الاثار ولا موظفينها، لكن عشان خاطرك انت بس مش لاقي شغاله ابدا. ها؟ اعتمدوا على نفسكم بلاش كسل. معلش يا حبيبتي، أصلي كنت في اجتماع مع المدير. سامية، إذا كان كده أنا كمان بقى مش هاكل. لا والنبي. نتغدى الأول وبعدين نحل. أنا عايز أحل الأول.
نقوم بقى؟ لسه بدري. انا اصلي هصحى بدري، عندي شغل. شغل شغل، ما انا بقعد استناك بساعات عشان الشغل بتاعك، اسهر شوية. قلت لك عندي شغل، والحاجات دي لما نتكلم فيها بعدين في البيت. اتفضلي. الحاجة التانية اللي لازم تعرفيها ان في عينين كتير قوي مفتحالي. في ناس فاكرة ان انا جيت هنا بالواسطة، ولازم اثبت لهم ان انا كفء للعملية دي. يا شريف، ما تنساش ان انا ماليش حد غيرك، والوحدة بتضيع حلاوة اي مكان، وزي ما بيقولوا جنة من غير ناس ما تنداس. ايوه يا سامية، بس في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها. يعني اتفقنا. من الحاجات اللي ترتبت على إنشاء السد العالي ضرورة إنقاذ آثار النوبة، ودي جزئين. جزء جنوب السد يعني الآثار اللي في النوبة القديمة زي أبو سمبل وكلبشة، وجزء شمال السد، ودي هي معابد فيلة اللي احنا دلوقتي بننفذ مشروع إنقاذها. دول ال 16 معبد اللي على الجزيرة. اليونسكو وجه نداء للعالم كله علشان ينقذ أول حضارة عرفها التاريخ. مصر دفعت تلت التكاليف. المرحلة الأولى كلها تمت بأيدي مصرية صميمة، يعني السد المؤقت والردم بالرمال وسحب المية وتكفيف الجزيرة وتسوية الجزيرة اللي هتتبني عليها المعابد بعد نقلها. المرحلة الثانية هتشترك معانا فيها شركة إيطالية، هتفك وتنقل المعابد وتبنيها من أول وجديد على جزيرة تانية اسمها جزيرة إيجالكا. مهندس الشريف ده شخصية، عشان كده الدكتور جمال مختار رئيس الهيئة مكلفه بأهم عمل. على السد المحيط بجزيرة فيلة بمعابدها، وجزيرة فيلة دي بين خزان أسوان والسد العالي، ودي جزيرة بيجا اللي فيها معبد أوزوريس. والجزيرة دي إيجالكيا اللي هتتنقل عليها المعابد بعد فكها. ده البيلون الاول من معبد ايزيس، متصور عليه الملك بطليموس ال13 بيقبض على الاعداء.
وده الملك بيقدم القرابين للإله حورس والإلهة نفتيس. دي الإلهة إيزيس زوجة الإله أوزوريس. بتدور حواليهم أسطورة بتقول إن الإله ست حقد على الإله أوزوريس اللي هو أخوه وقتلوا طمعا في الاستيلاء على الحب، وقطع جسمه العدة قطع رماها في أماكن متفرقة. بعدين الإلهة إيزيس جمعت جسمه وأعادت له الحياة. وبعدين ابنها الإله حورس انتقم لأبوه. ودي الإلهة حتحور إلهة الحب والجمال والفن، وهي زوجة الإله حورس. أهي شايف؟ دي متعينة جديد ولا إيه؟ لسه طازة من بختي ولا من بختنا احنا الاتنين ونبقى نقسم. البوابة دي بناها الملك نقطة نبو، والنقوش اللي عليها بتمثل الملك وهو بيقدم القرابين للآلهة. اسمها أحلام بس غفير جدا. وهي الغفر رجليها حلوة كده؟ مش قصدي غفير في رجليها، إنما غفير في أخلاقها. سامية؟ صباح الخير. سامية إيه اللي جابك؟ زهق، قلت أجي أتسلم معاك شوية. ست أحلام اهلا، صباح الخير. صباح ايه؟ ده احنا بقينا الظهر. يبقى ظهر الخير. اقدم لك مدام ساميه حرم المهندس شريف سالم. اهلا وسهلا. اهلا، تشرفنا. شريف سالم، ده انا كنت فاكره نفسي ان الست الوحيده هنا. لا بقى، انا سبقتك. سبقتك سبقتيها سبقتوني. على العموم ايزيس وكليوباترا سبقوا كنتوا الاثنين. كليوباترا جت تعمل ايه هنا؟ جت تتفسح مع يوليوس قيصر في اجمل مكان في الدنيا. تتفسح؟ مش قاعده في البيت بتستنى تشريف قيصر على ما يخلص شغله؟ على عموم نبقى نتقابل، انا ساكنه في كلبش. عن اذنكم. مع السلامه. مش بقول لك غفير، ما انت معود دايما بالغفر. حظي كده. باي باي. حظي كده، يا رب وعدني حتى بشيخ غفر. يظهر ان زيارتي ليك في الشغل ضايقتك. اعمل ايه؟ ما كنتش لاقي حاجه اعملها. في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها. ممكن تقري، معاكي العربيه، انزلي اسوان، عيشي في اجمل طبيعه حواليكي. كل يوم؟ مش لازم كل يوم. متهيألي اني احرجتك قدام احلام. قدام علي مش قدام احلام، لاني ما اظنش ان في واحده راحت لجوزها في شغله الا انتي. احنا ليه بقينا بنتخانق على اي حاجة؟ انت بتتخانقي مش انا. طيب يا سيدي مش هتخانق. الله، بص يا شريف. مش بقولك الطبيعة هنا تجنن. ده بس عشان انت معايا. تنزلي؟ يلا يلا بينا. يا ريس اربط لنا على الشط. باشمهندس، ها في اجتماع دلوقتي لسيادتك عند المدير، اتفضل. دلوقتي؟ ايوه.
ايه هو؟ اسافر مصر، اعصابي تستريح شوي. موافق. متشكر، هتوحشين. وانت كمان. الاجازه بتاعتك دي قبل الاوان، الموظفين عندي ما بياخدوش اجازات في السنه الاولى. مش انت قلت ان مفيش مواعيد حضور وانصراف؟ يبقى سيبك بقى من التعليمات دي. انا كان مالي ومال العك ده. يا دي اليوم اللي مش فايت. مستنيك مفرد، عايزين نروح الحمام سوا. طب يلا بينا. يلا. صباح الخير يا ست الكل. برضو صباح الخير، احنا بقينا الظهر. يبقى ظهر الخير. اتفضلوا نعزمكم على حاجة. ده واجب علينا نعزمكم تزوروا بيتنا، لكن سامية مسافرة. ملحوقة. أعزمها أنا دلوقتي وتبقى حضرتك تعزمها لما مراتك ترجع. ما عنديش مانع بس بشرط. موافقين. مش تعرف بس قبل ايه هو الشرط؟ يا ستي لو طلبت لبن العصفور هجيبه. انا كمان عندي شرط. مرفوض. احنا مش اتفقنا ننزل ميه؟ انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ لا انا جاهز. طب يلا اتفضل قدامي. لا اتفضل حضرتك. يا جدع انت انزل. لا انت انزل ميه وانا هكتفي بحمام الشمس. شايفك جبان؟ اتفضل قدامي. فين؟ فين؟ قدامي على الميه. لا ما تبقاش جبان. يلا يلا. انا متعود اعوم بالبدله عشان ما اخدش بال. ذوقي معايا. يلا يلا بقى ما تبقاش خواف. يلا اتفضل. الله يخرب روحك. اغرق. يا نهار ابيض. اغرق. يلا. يخرب عقلك ده تقيل قوي. انا معاك اهو. اهلا. انا ايه اللي رماني على هندسة العمارة؟ ما درستش اثار ليه؟ تقدر تنتسب للاثار في القسم الحر. انا رايي ان المهندس شريف هو القسم الحر. اي ست حلوة تحب تنتسب له على طول. عن اذنك عندي شغل. عندي شغل. مبسوط؟ لو انت فاكر انها زعلت. معرفش، يمكن الصنف ده لما بيفرح بيكسر. الستات كلها صنف واحد. الايام دي يحب يخش في الموضوع على طول. اسألني انا خبير في النساء. يا جامد انت. بحبها بحبها. حضرتك كابتن طيارة؟ مضيف يعني زبونة في الطيارة على طول؟ مش دايما، ركبت قبل كده مرة. سياح؟ لا جواز. في الطيارة؟ في أسوان. وانت رايح أسوان؟ طبعا، عشان أرسي قواعد العدالة وأمنع الظلم.
حضرتك قاضي؟ لا، أنا مدافع عن حقوق الضعيف قدام جبروت الغني. تبقى محامي؟ لا، لكن هاخد معركة كبيرة، معركة شرسة. آه فهمت، حضرتك ضابط. لا، لكن هعلن الحرب ضد المغتصبين، وهسترد حقوق الضعفاء، وهمنع القوي إنه ياكل الضعيف. وسيادتك رايح تحارب في أسوان؟ طبعًا، وهتكون معركة تدخل سجل التاريخ. وهتحارب مين إن شاء الله؟ هحارب السمك، السمك الكبير اللي مستهيف السمك الصغير ونازل فيه أكل، مش حرام؟ ولا كمنه ضعيف يعني؟ تقصد رايح تعمل أبحاث عن السمك؟ طبعًا، لأن بقى ما عندوش دم، متوحش، إيه اللي خلاه كده؟ مش عارف. عشان كده أنا عايز أعمل أبحاث أشوف إيه اللي وحشه. فعلًا، دي ظاهرة. أنت رايحة أسوان ليه؟ لحد دلوقتي ما فهمتش. لسه شوية. يبقى بلاش تفهم. ده مش معناه إن دي آخر مرة أشوفك فيه؟ مين؟ لازم أحلى. يبقى ما غلطتش، أحلى واحدة في الدنيا. ايه ده؟ يا ابن الابلسة على ودنه طالع واكل نازل واكل ما بتونش. اهلا سامي هانم، الحمد لله على السلامة. جيت ليه؟ قصدي جيت امتى؟ النهاردة. طيب عن اذنك يا اخ، اصلنا شغل. عيني عليا مش لاقي اللي قالس وحدتي. هو انا فيا ايه مش عاجب الستات؟ مع اني حلو ودمي خفيف. بص عايز ابص بس. لا استنى يا رنده. ايه بقى؟ استنى ابص. لا ايه يا شريف؟ بتلبس ازاي ده؟ لا يا شريف. هايل، باين عليه مستعمل. قول لي انت بعت جوابات لبابا وماما ورايا؟ انا؟ اه ابدا والله. اصل لقيتهم واقفين في صفك زي ما تكون مصلتهم. كنت ناوي اقعد شهر، قعدوني اسبوعين وقالوا لي يلا بقى فارقينا. الواحده ملهاش الا بيت جوزها. يحيى العدل. وقالوا لي ما ترجعيش الا ورجلك على رجله. طب اهو ايه؟ ادي رجلك على رجله وادي رجله على رجلك. يا نفسك يا. لكن انت قعدتي 10 ايام. اصلك وحشتني كده؟ طب وريني بقى وحشتك قد ايه؟ بعدد السمك واعماره واحجامه في البحيره كلها، وكشف بعدد الصيادين الاهالي واسمائهم واطوالهم واعراضهم ومقاس جزمتهم وبصماتهم. بصماتهم عشان اول ما اشوف البصمه على السمكه اقطع الجدر اللي اصطادها. ايها اللصوص، ها تعالى شيل 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 حسب لقى عندي او ليلي. ده البحر من امامكم وانا من خلفكم، حصتكم بالجمله والقطاعي. ولا ما يشتري يتفرج. الطاقيه فين؟ ده جاي وشوكته في ظهره.
قبل ما يقطع ده بدنا نقطع خبره ونشوف مهندس لبحاس ولا عصرام ملك البحيرة. بقول ايه يا باشمهندس؟ قول كفاية كده النهاردة وبلاش تعوض كتير في البحيرة. ليه؟ اصل عصران. عصران مين؟ راجل هنا قتال قتله يظهر ويختفي كده من غير ما حد يعرف مكانه. مزيري اصطاده. حض الله بينا وبينه. هو الحد الوحيد ما جاش شمتني. ويوم ما يجي وراك اسبوعها. انتوا كمان معاكوا اسد. وشرفك انت الاصطاد ومش بايدي. بالصنارة. يا باشمهندس يا باشمهندس. ايدك يا باشمهندس ايدك. دايخ عليها من يوم ما جيت. رجلي حفت اضطريت امشي على ركبي. اصطاد وادور. مين هي وبتصطاد ايه؟ بصطاد سمك. انا زليت كل السمك اللي في البحيرة. طب مين هي اللي بدور عليها؟ هي واحدة شعرها ايه؟ عيون ايه؟ زي السما الزرقاء. ابتسامتها احلى من الكركديه. ولا الحلق الفرعوني اللي كانت لابساه. ولا الملكة نفرتيتي. ودي كانت في الطيارة؟ امال الطيارة كانت فيها؟ أول مرة أشوف واحد ياخد ميعاد من الجو في الجو. تجديد تجديد افهموها بقى. فقعتها ميعاد في أسوان. بس يا خسارة نسيت تقول لي فين في أسوان. ومن يوميها وانا بدور عليها. في أسوان؟ لا في الطيارة. هي سامية ما جاتش هنا؟ غريبة دي كانت مدياني ميعاد هنا في النادي. المهندس عادل بتاع السمك. ومسؤول عن السمك اللي في البحيرة كله. اهلا يا فندم. اهلا. اللي بإيدك. انا اللي مدوخ القراميط اللي في البحر كله. هو عامل في نفسه كده ليه؟ لا ده رجله بس انقصعت. اها انقصعت. متينة. طيب على السلامة انت. شفت بقى؟ انت كنت بتشتغل سمكري قبل كده؟ لا بس متينة. حلو. انزل بقى. تعملها على الشوربة. طب تعرج ليه؟ ابدا اصلك ربطت الرجل السليمة. مع السلامة. يا سلام يا احلام. حمام السباحة ده يجنن. كل حتة في المنطقة دي جميلة. والغريب ان العالم كله مقدر جمالها. واحنا الواحد في وسط الناس بيحس بحلاوة المكان. لكن لوحده يزهق. طب وهو انت لوحدك؟ هما لنا اقول ايه؟ ما هو انا مع شريف. لكن برضو عايشة لوحدي. يا ريت كل المهندسين اللي في مصر يبقوا زي شريف. انا ما انصحش اي واحده تتجوز واحد يكون مشغول زي شريف. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سامي؟ انت تقدري تسالي نفسك. يعني اعمل ايه؟ ده انا هتخنق من الحبسه بنار حيطان. بنام بالمغرب زي الفراخ. عندك الكاميرا تقدري تصوري بيها كل المناظر الجميله دي. انت بقى اللي تقولي لبابا. ها؟ اسف افتكرتك واحده صاحبتي. نفس الشبه هي عين. وسع يا فندم رجلك يا فندم. لا مؤاخذة اصل الافندي شبه واحدة قصدي الهانم شبه واحدة افتكرت صاحبتي. يا سام بقالي شهر. ولقيتني؟ اشوفك ازاي؟ ايه اخبار السمك؟ يجنن. معلش الشبكه المره دي طلعت فاضيه. عن اذنك. طب استني بس. يلا. واحده بجنب.
واحدة بروفين. اديني واحدة شلتي. اديني فاص. اديني اكتر. بقى. كمل بقى. قابلتها فين؟ في السوق. اصلها ست بيت ممتازة. تصور كانت شارية بدنجان عشان تعمل رز باللبن. ومسكت فيا عشان اكل البدنجان وحلفت. بس انا واد تقيل. هيا سعام رزقك في رجليك. دي مش مسألة ارزاق، ده سكس ابيل. ده انت لو كتبت مذكراتك تبقى ولا فالنتينو. دي اسرار يا استاذ ممكن يتخرب فيها 100 بيت. لكن اسمع بقى نتكلم في المهم. إيه؟ المهم انا عازمك النهارده ومعاك كل الشله على اكلة سمك طازه. بس الله الشريف اهو. ها؟ يلا نروح نساله. يلا. امي ده انت تخين قوي. عزومة على أكلة سمك في مركب في البحر. أوكي يا عادل. أوكي؟ أوكي أوكي أوكي. بس تجيب دي معاك عشان أحط فيها الطحينة، أوكي؟ أوكي أوكي أوكي. هي أوكي يعني إيه؟ مش عارف. واي يا بوي. كل الحريم دول تبعك يا سعادة البيه. تبعي. الله قصدي تعرفهم يا سعادة البيه. هم اللي يعرفوني يا حمدان. إيه؟ انا في مصر ارمي الصناره في اي حته في اي شارع ادور وشي. إيه؟ لازم يطلع بلطيه. بلطيه بلطيه يعني اني لو رميت الصناره وادور وشي هيطلع لي. يطلع لك عجل يا حمدان. ايه. اسمع حمدان. ايه. انا جاييني 4 ضيوف وانا الخامس. ها؟ إيه؟ عايزك تصطاد لي 10 سمكات نتي. نتي نتي من زعنفهم. ايوه ايوه فاهم انا عشان فاهمني انت. ها؟ مطرخين. وحطهم لي في الشبكه وتخليهم في الميه. ايه؟ انا هتصرف. فاهم؟ حاضر يا سعاده البيت. انما يا سعاده البيت يعني لو سمحت اشمعنى لي لما ارمي الصناره يطلع لي عجل؟ اقول لك. ايه؟ العجل لو له تهاوي لزرع وخرفان واروي ودمع البار يطلع لنا حمدان. صح؟ صح يا ابوي. صباح الخير. سامي يا مراتي. باش مهندس عادل. اهلا. اهلا بيك. يا اهلا. اها صودا ولا بالميه؟ لا انا ما بشربش. ولا انا متشكر. بالصودا؟ لا بالصلصه والانسه كمان متشكره. يا اخي انا مش متشكر. لا متشكره. مالك متنح كده ليه؟ ما تروح تشوف لنا الاكل. ثواني. عم بتنادي يا بيه؟ السمك جاهز. السمك ومستلزماته كلها دي. مستلزماته يعني ايه؟ بعدين هتعرف. انا متكل على الله وعليك يا حمضان. حمدان يا بيه حمدان. عارف 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 100 مره هتقول لي حمضان. طب شد معايا يا بيه شد. هتاكلوا سمك انما ايه؟ شد يا بيه شد شد شد. انا لما ارمي اشفط. شد يا بيه. الله دي غمزت يا جعران. حمدان حمدان يا بيه. هيلا هيلا صلي على النبي. هيلا يغلي حياتك كلها. يلا يلا يا حمضان شيل يا حمضان. الله السمك. الله معلش. بسم الله. موس. ايه ايه ده مش معقول. ايه عملته ده الله يخرب بيتك. مصطاد سمك مشوي. موس. دي بقى طبق سلطه وده طبق عيش. ده ملفوف ورق. الله ايه ده؟ ده سمك. كانت فسحه ظريفه بشكل. الحمد لله انك لقيتي حاجة تتبصي منها. أنا قلت لك إن أنا بنبسط طول ما أنت جنبي. أنت على كده عايزة واحد لا ليه شغلة ولا مشغلة. هي الواحدة اللي تطالب بحقها تبقى كفرت. يا
ايه يا بيه؟ كانوا تسعة. ها؟ تسعة حمدان. تسعة؟ خدتهم علم. علم؟ كانوا فوقي كلهم. اه عندك ابوس يا بيه. قوم نام يا بيه قوم نام. ما تخافش اطمن. وراك سبوعة. وراي في ايه؟ قصدي رجالتك. رجالتي. ايوه اتفضل. قوم نام. نام يا حمدان. نام. لا مش كده مش كده يا سعادة البيه. تعالى كده. مش كده يا سعادة البيه. قاعدين بس بقى. تعالى بس. تعالى يا سعادة البيه. ايه؟ ايه؟ ايه يا سعادة البيه؟ تصبح على خير يا حمدان. يا سعادة البيه. تعالى يا سعادة البيه. الواد اللي اسمه عادل ده ما نفذش اللي طلبته منه. البحيرة دي مفيش مركب تدب فيها الا بامري. واللي ما يسمعش امري انتوا عارفين يجرى له ايه. اغراب يا ريس عايزين تلقيمة شاي. ممكن؟ اوعى تتحرك، اللي اتحرك هدوس على الزرار، قصدي هضربه بالنار. احلى عليهم. اجري الجزمة ايه ورجعوه تاني. تعال يا باشمهندس تعال تعال. احزقلهم؟ تعال تعال. تعال يا باشمهندس تعال. تعالى برافو عليك يا رب. تعال هاتوا ده هاتوا. تعالى يا باشمهندس. عفارم عليك يا باشمهندس. برافو عليك. سفرة دايما يا مدام. تسلم ايديكي. الحقيقة بقيت طباخة هايلة. وازاي عايزها ما تبقاش هايلة؟ ده انا جايب لها مراجع في الطبيخ من ايام الأسرة الرابعة لغاية دلوقتي. ايه رأيك في الفراخ؟ فراخ؟ دي كانت فرخة واحدة. متهيألي ايه؟ هي مش بطالة بس متهيألي يعني كان عندها اكتئاب نفسي شوية. لو كنت عالجتوها نفسيا كان يمكن صحتها تبقى كويسة عن يعني كده. طب وشربة الخضار؟ فين دي؟ هو فنجان المية السخنة اللي انت جبته لي ده كان شوربة خضار؟ ايوه ايوه بس زيادة في النظافة، المدام تحب النظافة. شلنا الخضار. اه لا عظيم، انا كنت هغسل ايديا فيهم الاول. على فكرة انا زرت عادل النهاردة في المستشفى. في المستشفى؟ اه. ليه؟ ده خلص على عصفان ورجالته كلهم. وشي بالبنية، وشي ابر كات، وشي بالصلصة، وشي زي ولاد الكاوبوي دول وجنجستر كده. موتهم كلهم خالص. طب ونقلوه المستشفى ليه؟ ما صدقش نفسه لما لقى كل رجاله عصران مرميين ومتلقحين في الارض. اغمى عليه وجاله انهيار عصبي. الحمد لله مفيش حاجه تانية نخلص عليها. خلصنا على الاكل والفاكهه وكله. اصل المؤاخذه عندي ميعاد مع الجو دلوقتي. على اذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. مين على فين؟ مروح يعني. شريف. اه مش واجب برضو ان احنا نزور عادل؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة انه عيان و انا ما عنديش وقت ازور حد. مرمط اسمي في الوحل على اخر الزمن. وده فندي يضرب رجالة عصران. انا نزل البلد اشوف شغلي مع الواد لفندي ده. كانوا 12 وقدامي 10 دقايق. طب اعمل ايه؟ ضربتهم 4-2-4. بس بيقولوا ان عصران ده وحش وما بيسيبش طاره ابدا. سامعاني كلامك ده هنا ليا. اذا كان هو وحش انا ديناصور. انا نهايته. عن اذنك شريف اول ما هيفضى هيفوت عليك. عدله ده حتى الدكتور مانعني على الحركه لمده شهر بحاله. سلامتك. بس انا ما قبلتش ان مراتي تروح تزور واحد في المستشفى من غيري. انا ما رحتش لوحدي.
احلام كانت مجاني معاد تقابلني في المستشفى ونزوره سوا، وهي اللي ما جاتش. ده مظبوط يا شريف. وبعدين احنا هنا عايشين كلنا زي الاخوات، وعادل وحيد وواجب برضه نسال عليه. وحيد مش وحيد ده ما يهمنيش. الحكايه مالكم قلضمين ليه؟ الحكايه يا سيدي ان وزاره السياحه هتطلع رحله لابو صنبل. صنبل؟ ايوه ابو صنبل، وانا جاي اعزمكم على الفسحه دي. ايه رايك يا شريف بقى هاخد لك اجازه مفتوحه 3 ايام؟ بس جيب لي روحك انت الاول كده. على فكره الرحله هتبتدي يوم الجمعه وتنتهي يوم الاثنين. يلا بقى رحله ابو صنبل. ايدك ايدك هات ايدك ايوه هات ايدك انت. هاي يا ايدي هاي هات ايدك هات ايدك ايوه هات ايدك حط ايدك من تحت. يا لهوي شايفين احنا متحدين ازاي؟ شايفين يا سلام. طب فكوني بقى فكوني. يا سمسمه يا سمسمه اصحي بقى يا سمسمه، المركب هتفوتنا. يا اخي قول صباح الخير الاول. الف مليون صباح الخير. يلا يلا بينا. حاضر. اسمعي النهارده انا هعمل لك الفطار لغايه لما توضبي هدومك وتلبسي، اصل انا عارف لبس الستات ده ممكن يضيع علينا الطياره والقطر والمركب. يا سيدي انا وضبت هدومك وهدومي كمان. طب اسمعي تيجي نتسابق نشوف مين يخلص الاول. طيب. ايه؟ يا اخي ده وقته. يا عبيطه دي رشوه عشان اعمل لك الفطار كويس. ايه لا بسيطة بس الإشارة دي جت نص الليل قلت أجي ألبك قبل ما تسافر يعني. بتقول إيه؟ بتقول المدير اليونسكي واصل غدا استعدوا لاستقباله. يا نهار أبيض يبقى مش هسافر مع سامية. وأنا كمان مش هسافر مع سامية. إيه؟ لا اضحك يا راجل اضحك هنعمل إيه؟ طب اضحك. سامية يا حبيبتي ما تاخديش الأمور بعصبية، الرحلات كتير هنروح سوا الجمعة الجاية. الجمعة الجاية، الشهر الجاي، السنة الجاية، أنا مش عارفة أتلم عليك حتى في رحلة قصيرة زي دي. معلش يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خدي بالك منها يا أحلام. شريف ما جاش ليه؟ عنده شغل. صدفة جميلة، لوحدك ولا معاك الشريف؟ شريف عنده شغل. يظهر انك في رحلة نقاهة زي العظماء. الدكتور اداني اجازة للترويح عن النفس. رحت مدي السمك كله اجازة. طب تسمح بقى تسمع كلام الدكتور وتقعد لوحدك عشان تريح اعصابك وتريحنا. عن اذنكم. اسكوزي. زعلانين مني ولا ايه؟ انت زعلانه مني يا ساميه؟ ها؟ زعلانه مني؟ ازعل ليه؟ خلاص يبقى انا اللي زعلان مني. لا انت زعلان ولا هي زعلانه. عن اذنكم اما اروح اشوف الجروب. باي باي. اتفضلي معايا. تعالي افرجك على السمك وهو بيغمز لي في الميه.
عرفتش جوزها؟ عادل مش عصران ما حدش يقدر يغلبه ابدا. اي واحد في الدنيا يعترض طريقي يبقى حكم على نفسه بالاعدام. وانت مرته وانا حنتقم منه في عرضه، وبعدين ابقى ادور عليه عشان اقتله براحتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جوه في كابينتك. طيب عن اذنك. اتفضل. سامية، سامية. مين؟ أنا شريف، افتح. وحشتيني. ما كانش لازم تسيبني أبدا يا شريف. لازم اتخفى من عصران يومين شهرين سنتين لحد ما يهبط شويه. انا مش خايف منه، دي جبنيه. طب شوفي دي، شوفي. مش بس عصران مش عارفني، انا نفسي لما اشوف نفسي ماشي في السكه هقول لي انا مين ولا مين.
ثانية واحدة يا سوسن. مبروك بقيت تشرب الظهر زي الناس الحريفة. سيبني في حالي وخليك أنت في حالك. يا عم هو أنا متجوز زيك؟ عازب معذور غصب عني. غصب عني؟ الكلمة دي ما أحبش أسمعها. أنت الأيام دي اتغيرت أوي. حتى الكلام العادي ما بقاش يعجبك. أصل ده كلام ملوش معنى. أنت هتكدب المجمع اللغوي؟ المجمع اللغوي قال غصبة. غصب يغصب فهو مغصوب. أي يغتصب اغتصاب. اغتصاب؟ مفيش في الدنيا حاجة اسمها اغتصاب. الدنيا كلها اغتصاب. احنا بنغتصب من الزمن لحظة نفرفش فيها. ساعة ننامها مرتاحين. شوف اللي بيبيع لك الكبريت بزيادة نكلة بيغتصب فلوسك. اللي بتديله رشوة بيغتصب دمك. اللي بيشغلك أكتر من وقتك بيغتصب عرقك. اسمع، في اغتصاب في لقمة العيش أنا موافق معاك. لكن واحدة تغتصب مش ممكن إلا إذا كان في شيء من الرضا. أنا ما أقدرش أغصبك إنك تصدق. طب اسمع بقى، أنت ممكن تغتصب واحدة؟ أنا ما جربتش الحكاية دي. لأن كل اللي عرفتهم ستريبتيز. شفت بقى؟ أنت بتكبر الحكاية ليه؟ ها؟ سلام عليكم. خبيت عنك اسمه لانه سفاح ولاني خايفه عليك منه. اسمه عصران، لازم تبعد عن طريقه. العذاب اللي احنا فيه لازم يكون له نهايه. انا انت ازاي تيجي هنا؟ ازاي جيت اشوفك قبل ما نفذ النقل؟ أنا عمري ما حبيت حد غيرك، وعمري ما شفت واحدة بتصون جوزها زيك. الرصاصة لا تزال في مش عارف. عادي عادي فوق يا عادي. عصران تاني؟ جرالك حاجة؟ لا أنا كويس، بس بريح شوية. الله يخليك اوعى تفوق، لو فقت هنتقتل. حاضر. ميرسي. العفو. امسك والنبي. هاتي. هات ايدك. اتفضلي. زقيني بشويش. حاضر. لحسن البنطلون مقطوع. سعيد. اهلا وسهلا. اتفضل جوه. هنقعد هنا. جوه خانقه. دول سطرين في مرجع هينقلهم شريف في مذكرة مطلوبة سريعا. يعني هترجعوا شغل تاني؟ أيوة، بس بعد ما تأمرنا بكوبايتين شاي يكونوا ظبط زي حضرتك. عن إذنك. حلو القمر حيل. خلصت؟ شو بقى اللي انا طلعته من المرجع؟ يقول لك ان المقاييس كلها متشكر، بس انا ما احبش اشرب الشاي في الفنجان، الكوبايه اكيف.
متشكرين يا مدام، يلا بينا يا باشمهندس مستعجلين. الوداع. على فكرة انتهت مهمتي وعرفت مين اللي كان بياكل السمك الصغير. مين؟ السمك الكبير. لكن انا ما اخبيش عليك يا باشمهندس، انا لما رحت ازور سامية في البيت. احلام ارجوكي بلاش نتكلم في الموضوع ده. ما اقدرش اعرفه واكون وسط خير؟ لما يكون في داعي هوسطك. اهلا احلام. اهلا عنايات. عنايات صاحبتي. اهلا وسهلا. اول مره بشوفك في اسوان. لا هو ظاهر حضرتك ما بتجيش هنا كتير. فعلا هي مقيمه بين اسوان والقاهره، لها شقه هنا بتيجي تتفسح فيها دايما كل ما تحس بالوحده. وحده ايه؟ انت عايزه تهرب من القعاد معايا؟ هتنزلي عندي؟ يعني هتنزلي عندي؟ معقول يبقى في شقه تحت امرها وتسكن في الكندا؟ اه صحيح. ليه؟ اهلا وحشتونا. وحشتيني. عن اذنكم يلا يا عنايات. حركه ايدك دي كانت مكشوفه قوي. المكشوف احسن من المتغطي. كله بيبتدي متغطي وبعدين بيتكشف. خدها من قصرها واخلص. ايوه بس يعني شوف، الدنيا دي زي الاستربتيس، عشان تتمتع بيها تفضل تقلعها حته حته لغايه ما تبقى مكشوفه خالص، لكن هتخليها مقفله هتفضل مقفله في وشك. الستات مثلا زي الدنيا بالظبط، كله ستريبتيز. شريف تحاوليش تخبي عليا، انا جايلك مخصوص عشان اتكلم معاك. بقى انا ملاحظه كده ان في سوء تفاهم بينك وبين شريف اليومين دول. ثانيه يا حبيبتي، الهروب من المشكله عمره ما بيحلها، ومتاعب الجواز جزء من متاعب الحياه اللي لابد منها. اقعدي في بيتك وحلي مشاكلك بنفسك. من دمع عيني مليت الزير والجله، والسهر قطع مراكبي وكسر المله، من كتر حبي بنام الظهر متسلطح، الباب يخبط ولا قادر اقوم افتح، ما انا اصلي متسلطح. هلا هلا صلى على النبي. صلي صلى على النبي. صلي صلي صلى على النبي. هلا هلا صلى على النبي. صلي صلي صلى على النبي. صلي صلي على النبي. صلي صلى على النبي. صلي صلي صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلي صلى على النبي. الله يجازي اللي قال لي حب ما تخافش، هو اللي طال وانا اللي حبي ولا طالش. احنين شريف، عاوز اتكلم معاك شويه. بس دي هتكلفك كتير، على الاقل غدوه. اوكي انا موافق.
اتفضلي. شريف، أنا ملاحظة عليك الأيام دي إن بالك مشغول، وكمان بتحاول تشتغل أكتر من طاقتك. أبداً، الشغل هو اللي واخد كل وقتي. طب وبعد الشغل ما بتروحش البيت زي عادتك ليه؟ بقعد في المكتب بعمل أبحاث. شريف، لسه في حاجة بينك وبين سامية؟ ليه؟ شفتك وانت خارج من السينما لوحدك. كنت بتمشى لقيت نفسي قدام السينما، دخلت وخرجت باين على وشك انك ما تسلتش. موضوع الفيلم خلاني افكر فيه بعد ما خرجت. في واحد يغتصب واحدة، يعني ممكن واحدة تغتصب بالقوة. اهدى. موضوع الفيلم، معقول ده يحصل من غير ما تكون فرطت في نفسها؟ مش معقول ومش ممكن. يعني لو حصل معاكي افندم. اسف. من غير اسف، انا لو واحد حاول معايا كنت اقتله، واي واحده ست لازم تعمل كده. طيب نوم بقى لحسن اتاخرت. اوكي. اطلع يا اسطى. شريف، انا عازماك النادي على عشاء ونحل مشاكلنا على مائدة الطعام زي ما بيعملوا رجال السياسة. مشاكلنا ليها حلول كتيرة وانت عارفاها. عارفاها، عارفاها كويس قوي. بتشتغل مضيفة سياحية واسمها أحلام، وكنت معاها النهارده في النادي، وكنت واخدها في حضنك لغاية العربية. في حضني كمان؟ أيوه في حضنك. عال عال، وبعدين؟ بعدين؟ بعدين هتعرف الحقيقة، ولغاية لما تبان أنا هستحمل العذاب اللي أنا فيه. وعلى إيه تستحملي واستحمل؟ أنا عرفت العلاج خلاص. عصران؟ هأجره وعيارين وتستريح. متشكرة أوي يا دكتور. بس ما تمشيش عليها يوم ولا اتنين وهي تخف بسرعة. حاضر. أنا إذنك. انتي بقى تستريحي كويس وانا هتخرجي. ما انا قلتلك عندي ميعاد. يا ابراهيم. ايوه يا فندم. الباشمهندس علي رفعت ما جاش النهارده؟ ما جاش، وسمعت انه عيان وراح النهارده في البيت. اه طيب متشكر. العفو يا فندم. عنونه. عنونه. تعالي عنونه. ما تدوخنيش يا عنونه. لا بلاش حركات. عنونه. بنار الفرن يا بطاطا. للخبط على الجيران. ولا هاتي يا ام فلان 400 افرد خياطه بتعريفه. يلا بقى. مين الرزل ده؟ اقعد ساعة على الباب. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ دي كمادات من بتوع بره. ومال يقولك مخطوف كده ليه؟ اصل عندي حمى جوه. ها؟ ايه؟ اهلا.
قلت لك ان الواد ده حلو وعجبني. وهيبقى حلو اكتر في الاستريبتيز. مش بقول لك كله استريبتيز. تعال تعال، مش ده المقنع. انا بتاع الاقناع. تعالي يا اختي المقنع. طب الترابيزة عليكي بقى عشان ما تتحركيش خالص. خد، شفت؟ كله ستريبتيز. تاخد دي تشربها وهي اللي هتوري لك الدنيا. وعلى احلام على طول. سلامتك. ده كل الزملاء بيسلموا عليك. اما تيجي المكتب تبقى تمضي الوصل. متشكرة قوي. عن اذنك. مع السلامة. سلم عليك شريف. انت مش طبيعي غير كده. انت جاييني في بيتي وده مش مناسب. وانا انت ايه يا شريف؟ لا يا شريف اتفضل دلوقتي، ولما تبقى فايق وبقى تعالى كلمني. اتكلم. اتكلم في ايه؟ هو في حاجه نتكلم فيها؟ انت كمان فهمت رقتي معاك غلط. اوعى يا شريف. اوعى. معايا غلط ومع غيري صح. لا ما هو لسه لازم اللي عندك اهو، ولا الشرف يجي لغاية عندي ويظهر. مش ممكن الا اذا كان في شيء من الرب. غصب عنك. غصب عنك يعني ايه؟ غصب عنك. غصب عني يا شيخ. يعني ايه غصب عنك؟ ايه؟ واحد ما عرفوش هجم علي. شريف انا قررت انهي المأساة دي. عصران هو المجرم اللي هدم حياتنا. أنا خبيت عنك السر ده لأني كنت خايفة عليك منه. أنا عرفت المكان اللي هو مستخبي فيه. الوداع. سامية سامية
موجود في الجبل يا فندم. حاضر يا فندم، هبلغ يا فندم. الله وجعت يا مرات البشمهندس شريف.